تشكيلة ممتازة هيك على زوجك. بس يعني ممكن أعرف شو هي المناسبة؟ يعني عرس مريض؟ لا 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 ما في مناسبة للبيت، بس يعني بتعرف صرنا زمان ما دقنا هيك حلويات زمان، وشغل السوق ما كتير طيب. إيه معناتها عفوا يعني عدم المؤاخذة، يظهر إنه بتروح على محلات ما كلها هلأ. مشان هيك قررت إنه أجي على عندكم لهون. يا أهلين سهلين، شرفتي، تفضلي تفضلي تفضلي. شرفتي يا أهلين، تفضلي تفضلي. تفضلي بس يا ريت يعني بس تقولي لي شو نوع الشوكولاته اللي بتحبيها. ساده؟ في عندنا ساده، في عندنا محشي، في عندنا كرانش ابيض، في عندنا كرانش مع كاكاو، يعني في عندنا فواكه مجففه، في شو بتحبي؟ الحقيقه انه انا محتاره كثير، يعني باين انه كل شيء طيب. ايه طبعا كل شيء طيب. طيب اذا ممكن تخليني يعني انا هيك اوضب لك توضيبه تكون على ذوقي يعني، واذا ما عجبتك بس لا ان شاء الله بتعجبك، يعني اذا ما عجبتك لا بقى تجي، بس ان شاء الله بتعجبك. تفضل. ايه صح. كمان ممكن اطلب منك هيك طلب ولو انه فيها؟ تفضل. يعني ممكن إذا سمحتي العنوان تبعك؟ لا يعني مشان خلال ساعة بيكون الطلب، يعني بابا قال لي إنه خلال ساعة بيكون الطلب موجود بالعنوان تبعك. بيسلم إيديك كثير، عزبتك معي أستاذ. أنا أستاذ وحيد، إذا بدك تناديلي وحيد، أستاذ وهيل، هي بطلقات المحل. إذا بتحبي معناتها رح أعطيك أنا كمان عنواني. ويا ريت بعطيك كرت الصيدلية تبعتي. تفضل. شكرا كثير، عزبتك معي استاذ وحيد. يا ولو شكرا كثير. يا اهلين وسهلين، شرفتي. يا اهلين وسهلين. يا هلا. يا اهلين. يا اهلين. بابا هي بابا، هي طول عمرك كنت عم بحكي. شو رايك انت؟ والله الحقيقه لكني هي قوام وجمال وادب، بس يعني بس شو بابا، بس شو يعني دكتوره؟ ها ليك صيدليه دكتوره حكمه، صيدليه دكتوره حكمه. الله يقدم لي فيه الخير لك ابني بابا. ايه اذا يعني هيك زبطت القصص والله قدم اللي فيه الخير،
انت شو؟ كمان بدك تجوزني؟ ليش لا؟ ما متفقين نحن على هذا الشيء ولا نسيت؟ معقول لك امي لاقي مثل امك الله يرحمها؟ هلا يعني ما رح تلاقي مثل امي الله يرحمها، بس يعني بدك تضل طول عمرك عايش ولا عم توفق علينا؟ استحي يا ولد. شو هاد؟ شو انا فيها؟ روح وضب طلبية الدكتورة بعدين نحكي. يلا. فعلا طيب. امك وزال تطلي يعني تمام حلويات. اي والله تمام. يا سلام يا سلام يا حكمة، تسلموا ايديك، فعلا حلو طبيعي وحقيقي. صح ماما، في مثل انجليزي بيقول لك اذا بدك شغلتك تكون مزبوطه ساويه بايدك. بقى انا طول عمري ببعت حدا يشتري، هالمره قررت روح بنفسي ونقي. وين محله هذا حكمر؟ قريب كثير، بشوف لك محطوط العنوان هون. بتعرفين انا بدي ابعت اخت هالعلبه لابني حكمه. خلو بس خلو شوي لعم عاصم، لانه حرام وحداني ما بيخطر على بالي اجيب هيك اكله. يا حبيبه قلبي انت. والله مزبوط افندم، عاصم استاهلت كل خير افندم. مش كده ماما تقلي هاي لشو؟ يا سلام. سلام. يمكن صار لي 10 سنين ما دقت اطيب من هيك. قلي لي من وين جبتيهم؟ عمو هدول حصتك، وقت اللي بدك تشتري انا بدلك على العنوان. روح يلا يخلي لي اياك يا رب. الو مين؟ اهلا استاذ وحيد، اهلا. يعني انا عفوا اسف على الازعاج، بس يعني انا حبيت اني اطمن. ان شاء الله هيك بيضنا وشكم ان شاء الله يا رب. يعطيك العافيه، الحقيقه كل اللي بالبيت كانوا كثير مبسوطين. يعني الله يخليكي دكتوره، هذا الشيء بيرفع راسنا يعني. الله يخليكي. شكرا كثير. دكتوره يعني في شغله انا مالي عرفان شلون بدي بلش فيها هيك. تفضل اي خدمه. بصراحه انا معي راشيتنا، معي راشيتا، بس انه الدواء اللي موجود فيها ما كنت لاقيه ولا بصيدلية. اوف معقول؟ طيب اقرا لي اسم الدواء. لا ما هو انا حابب انه انا اذا في مجال انا اجي ورجيك اياها يعني بنفسي. اي اهلا وسهلا، بتشرف، بس معك العنوان ما؟ ايه لا انا شو اسمه؟ يعني بعرف لحظة، محارم احمد، بس حبيت استأذن يعني. اهلا وسهلا فيك، بانتظارك استاذ، مع السلامة. طعمتني اياها مو طيبة. بعرف، مشان هيك طعمتك اياها. مرحبا. اهلا تفضل. انا وحيد فريد. يا اهلا وسهلا امور. انا تبع محل الحلو. اهلا وسهلا استاذ وحيد، تفضل. بالاذن. يا ميت اهلين وسهلين، يا ميت اهلين وسهلين. يسلموا ايديك على الحلويات. شو من زمان ما اكلنا هيك لمه طيبه. صحه والف هنا يعني المحل واصحابه على حسابكم. يا ميت اهلين. تفضل استاذ وحيد. بصراحة البابا بيبلغك تحياته وبيقول إن شاء الله عجبكم الحلويات. إن شاء الله يسلموا إيديكم، فعلا شيء طيب. أستاذ وحيد بتشرب شيء؟ شكرا لا. أستاذ وحيد كأنه فهمت منك إنه في عندك راشيتا، ما عم تلاقي حدا يصرف لك إياها، صح؟ إيه. بس هاي مو راشيتا. طالبين القرب؟ طالبين القرب؟ مين انتو ومين طالبين؟
يعني عن جد هي جاني عرسان كثير، هي أول مرة بنطلب خطية. بس على مو فيك تحكي بشكل طبيعي، عم عاصم مسابة والدي الله يرحمه. عظيم إذا هيك، يعني أنا حبيت بصراحة إنه يكون الطلب تبعي مختلف شوي عن باقي الطلبات. هو من ناحية مختلف مختلف. يعني بصراحة أكثر إنه من اللحظة اللي أنت فتي فيها لعنا على المحل، يعني قلت لحالي هي هي، يعني هي العروسة اللي كنت أتمناها من زمان. سيدي شكراً لك. مشان هيك أنا حبيت أني أتبع الأصول من أوله وأسألك إذا في مانع أنه نيجي أنا والوالد لعندكم على البيت. مشان المكتوب هون؟ يعني بالضبط، بركي هيك بصير نصيب إن شاء الله. بس رح تيجي مع الوالد؟ عفواً أنا نسيت خبرك أنه الوالدة عطتك عمرة من زمان. الله يرحمه. الله يخليكي. دكتور أنت ما في داعي هلأ أنك تقرري مباشرة، يعني خدي وقتك فكري بالموضوع، يعني وإذا لا سمح الله ما صار نصيب يعني نكون تشرفنا بمعرفتكم. طيب خلص، إمتى ما بتحبوا تيجوا أهلا وسهلا، بس أعطونا خبر بالأول. أي لا خلص أكيد بنعطيكم خبر. طيب ماشي، يعطيكم العافية. الله يعافيك. مع السلامة أستاذ وحيد. كأني فهمت إنه تقدم عن طريق الديوان. يا عمو في هيك شيء. على كل هيك باين عليه شاب طيب ومزوحي وابن عيلة، وهي صفات حلوة. يعني ممكن وضعه تحت الدراسة. ايه ما قلنا له غير هيك عمو. وبيني وبينك الجماعة مليانين على ما يبدو. هلا أنا هذا المهم بنظري. لا هلا هو مو مهم، بس يعني من الأمور الهامة. روحي الله يطعمك يا بنتي اللي بخاطرك، إلهي ويوفقك. يا عمول، مو ملاحظة انه الطلاب خف عددهم؟ ايه وشو يعني؟ لتكون المحاضرة بلشت. رفيق بيقدم لكم أبلة أم حكمت، أختي أمل أخت حكمت، ودكتورة حكمت أنتم لازم يعني، ونحن نشأة أمير داش حكم دارزة. تشرفنا مولانا، وأنا بدوري بعرفكم على ابني وحيد، وحيدي واسمه وحيد، وأنا أبو وحيد، ونحن اثنين وحيدين، وأمه توفت من مدة. إلكم عمر أفندم، ونحن لاحقون كلياتنا على هالطريق، والحالة والحمد لله جيدة، يعني عندي معمل حلويات من كل الأصناف بالإضافة للمحل اللي زارتنا فيه الدكتورة. وباعتبار الزواج لابد منه بين الشاب والبنت، فأنا بتقدم أطلب إيد الدكتورة لابني وحيد، وحيدي، ولحنا تحت الطلب. يعني بفهم من حضرتك يا أبو وحيد إنه المحروس لا له خالة ولا له عمة ولا له حدا يعني؟ لا 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 ولا حدا، يعني فيك تقولي لحنا اثنين مقطوعين من شجرة. أنا بشوف أنت مجابت حلبيات. هدلون شغلنا عنا هون بالمحل نشأت بك. هذا حتما أحسن محلي إنتاج يا فندم، لازم يدوق. تفضل تفضل. شكرا شكرا لك. تفضل. الله الله يعافيك. لازم لازم حلبيات طافية يا سيدي. كويس حبيبي. لازم تذوقات. أمك ولا طبيعي بيرون حبيبي حكمك، هذا شغل والصباحي بيرون بداية، هذا شغل أبو وحيد يا فندم. تفضل أستاذ. شكرا. أمك وزارة طبيعي ما عنيش خالف في حلبية بعدين. اسلموا ماما. ما سمعنا رأي الدكتورة بهالكلام. السيد وحيد مستلم المحل يلي شفته ولا المعمل؟ فيك تقولي الاثنين، بس هو حابب يضل بالمحل. ومن امتى؟ بقصد يعني قديه صار له مستلم المحل؟ يعني فيك تقولي انا كنت بالمحل من وقت ما كنت صغير، يعني فيك تقولي اني ولدت يعني بين الحلويات. بالظاهر حابب يضل وسط الحلو والحلويات. حلو ابو وحيد حلو. يعني ما دخلت الجامعه؟ بصراحه انا دخلت جامعه، يعني دخلت
تجارة كنت سنة تانية بس تركتها يعني حسيت إنه ما له طعمة. يعني لا تؤاخذيني المعمل والمحل يعني مو أحسن من الشهادة ولا لا نشأت بيك؟ شهادات لله يا فندم. طيب طيب يا فندم. يلا نستأذن. بكير يا أبو وحيد لسه بكير قاعدين. إن شاء الله الزيارة التانية تكون قاعدة عائلة. إن شاء الله يا ميت أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلين. زورينا بالمحل أم حكمة. أكيد إن شاء الله. إن شاء الله. وكمان نشأت بيك. ليفيت كمان نشأت بيك. يلا السلام. السلام عليكم. يا أهلا وسهلا يا أهلا. نراكم بخير. أهلا وسهلا. نراكم بخير يا بني. شكرا. مع السلامة. يلا بالإذن. الله بالإذن. مع السلامة. نراكم بخير. مع السلامة. مع السلامة. شو رأيك يعني انت بتزبط ولا ما بتزبطش؟ هي عاشر مرة بتسألني وبقول لك ظابطة الأمور بس انت طول بالك شوي. يعني ما حسيت امبارح هيك دقرت شوي لما عرفت اني انا ما معي شهادة جامعية؟ لك مين عاد سأل على الشغلات؟ صاروا يسألوا شو بتملك؟ شو معك؟ ان شاء الله يا رب. ايه صحيح شلون شفت اللي امها؟ امها لحكمت؟ كلهم ظراف. ليش في اظرف من نشأت بيك؟ هلا شلي نشأت بيك على جنب، عم بسألك على أمها لحكمت، يعني حماتي المستقبلية. لا بس، ظريفة ومؤدبة. لا حول ولا قوة إلا بالله، بالعربي الفصيح، شو رأيك بأمها لحكمت تكون هيك مرتك؟ مرتي؟ مرتي دفعة واحدة لك ابني؟ إيه ليش لا؟ يعني صارت وصارت، أنا باخذ البنت وأنت بتاخذ أمها، وهيك صفي يعني فوق إنك أبوي حماي كمان عمي يعني. ولك يا ابني بكير على الحكي، خلينا نجوزك بالأول بعدين نحكي بأمور تانية. مرحبا. يا اهلا وسهلا. اهلين خانو. يا وحيد شوف المدام شو بتطلب. تفضلي مدام. لو سمحت بدي شي كم كيلو مشكل. على راس المحل كله تحت امرك. تفضلي. حضرتك الاستاذ وحيد؟ انا الاستاذ وحيد. انا بدي شي صندوق، بقصد علبه مثل اللي بعتوها لحكمت على الصيدليه. دكتور احمد؟ اي نعم. ليش حضرتك مين بتكوني؟ انا سعاد خالتها. يا 100,000 اهلين. يا اهلين وسهلين. بابا دقيقه. بابا بابا يا اهلين وسهلين. يا اهلا يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تشرفنا. يا اهلا وسهلا. يا اهلين يا اهلين. هيك ها الهيئه فكرت حالي غلطانه بالعنوان. لا لا ما لي غلطانه بنو. جنابك العريس؟ ايه انا. ايه الله يوفق. بابا ايه ما شايف قديش بتشبه أمها لحكمة؟ لك طبعا مو أختها. بدي سؤال الحكاية. هلا مدام معلش أسألك سؤال. تفضل. هلا المرحوم قديش صار له مرحوم؟ أنا مرحوم. أبو حكمة. إيه الله يرحمه له زمان متوفي. بس ليش عم تسأل؟ لا ولا شيء يعني هو مجرد سؤال بريء. يعني لانه انا كمان ماما صار لها زمان الله يرحمها وبابا قاعد لحاله هيك شايفتيه مسكين. وحيد دبل الست ساعات طلبها. ايه ماشي يا احمد. ايه ست ساعات زوجك بلا زهره شو بيشتغل؟ بهالايام علمي علمك شو عم يشتغل. ياه في مرة ما بتعرف شو بيشتغل رجالة؟ لأنه الله يرحمه متوفي من 4 سنين. الله يرحمه ويرحمنا جميع. ما في صغار قصدي يعني. لا ما عندي صغار. عندي شاب وحيدي مهندس عم يشتغل بالخليج. الله يرجع لك يا بالسلامة. يا أهلين وسهلين شرفتي يا مدام. تفضلي. يسلموا هالرياض. يا أهلين وسهلين. قديش تؤمر أبو حيد؟ هالمرة علينا ست سعاد. بس ما بيصير هيك مو معقول. لا تخجلينا يا ست سعاد هالمرة علينا. بس هيك كأنك عم بتقلي لا تجي لهون مرة ثانية. لا يا مدام الله يسامحك شو لا تجي مرة ثانية؟ بعدين هلا على اعتبار صوت الوالد وصوتي صوتين ضد صوت حضرتك والمحل مفتوح أنت ما بتحبي يعني. بعدين ست سعاد صرنا أهل ولو رجاءً.
شكرا كثير، بس هيك فعلا انتم خجلتوني. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يلا بالاذن. مع السلامه. شكرا كثير. مع السلامه. الله معك. يا اهلا وسهلا. انبسط يا عم، هي صار عندك تنتين بدل الوحده، يعني هلا فيك تختار وداد او شو اسمها هي؟ سعاد. سعاد هي بدك. شبكي سعاد؟ شبني؟ يعني مثل اللي شايفتك مو على بعضك. والله يا اختي مالي عرفانه شو بدي احكي لك. لا احكي لك. خير خال احكي لي. انا رحت لحتى اجيب شويه حلويات من عند وحيد. ايه مشان تبعتيهم لحكمه ابن خالتي. مزبوط. طيب شو القصة يا سعاد؟ غلوا عليك السعر شي؟ لا بالعكس، حلف أبوه التالف إني ما أدفع. طيب ليش لا تقبلي؟ أنا ما قبلت بس هني أصروا. طيب ليش صافنة ومو على بعضي؟ ما أخذوه لا ياخذوه، خلصنا. يعني سمعني حكي عم قلبه بعقلي ما عم لاقي له حل. مثل شو؟ أبوك عايش ولا ميت؟ ومن أمتى مات الله يرحمه؟ وأنه أبو وحيد كمان عايش وحداني وأرمل من هالحكي. طيب شو عرفك يا خالتي؟ بركي حبي يشرح لك عن عيلته شوي. يعني واحد أرمل وعم يسأل عن وحدة أرملة، شو بيكون بده؟ شو عم تحكي أنت يا سعاد؟ بيكون عم بيدقدس ويجز نبض إذا بتقبل فيه ولا لا. يا عيني، يعني الشغلة مرتبة، الابن بيتجوز البنت والأب بيتجوز الأم، هيك؟ أنا هيك عم بتدور ببالي. اتجوزيه أنت يا سعاد. عم تمزحي؟ يعني ليش ما سمعني حكي ولطش لي إذا جوزي عايش ولا ميت؟ حلو، هيك منساوي عرس واحد فرد مرة. يا ستي اللي منعرفه لهلأ أنه بده ياكي إلك وبس، والباقي كله تخمين وتحذير. إيه؟ بكرة بيجي لك كلامي. أنا لازم أمشي، هلا بتتمسى علي الدنيا بخاطركم. يلا افتحي تمك، يلا يلا يلا. عيون الناس علينا رفيق، ما بصير هيك. هلا شو هالمشكلة؟ واحد اشتهى شغلة لخطيبته، شو فيها؟ فيها إني نحن بمكان عام. إيه مو لهالدرجة، يلا صار دورك طعمي. لا والله ما حزت، بتاكل لحالك. مرحبا يا عصافير. أهلين. كيفك رفيق؟ منيح. شو ما عندكم جامعة اليوم؟ لا ما عنا، بس الضرب على اللي تارك صيدليته وناطط من كافيتيريا لكافيتيريا. هلا بلا حكي ما له طعمه، لساتك قد ولادنا. أهلا وسهلا صغير، شو حابين ناخده؟ شو تشربي حكمت؟ شاي إذا بتريد. نسكافيه ديكاف سكر قليل حليب كتير. سوري؟ نسكافيه ديكاف سكر قليل حليب كتير. شو لون الفنجان؟ شو لك شايفتك صرتي مثل عمر بدون ما تحسي. إلي شو عمار يقبض قلبي. هلا شو الموضوع المهم اللي كثير بدي لي؟ شو انتم مطولين هون كثير يعني؟ لا لا ما لنا مطولين، اصلا مواضيعكم كلياتها ما بتهمنا. شرفي. ايه لا سيدي اقعد، انا بهمني وبدي اسمع كل شيء. وهي قعدة وهي قعدة. يلا يلا قوموا انتوا اثنين بلا حشري، عندكم جامعة قوموا. شفتي شرفي؟ ايه كنتوا اقعدوا على غير طاولة اذا في اسرار. ماشي يا حكمة، تحسابنا بالبيت. يلا يلا تفضلي. ما عصافير. ايه ستي بتعرفي حلويات الفريد؟ ايه طبعا بعرفه، هذا اشهر محل حلويات بالبلد. امبارح كانوا عنا جايين خطابين. تمام ان شاء الله، الف مبروك حكمات. هدول عيلة كتير مرتبة، بكره بناكل حلو لنشبع. لك طولي بالك، لسه ما صار شي. ليش الشب شو وضعه؟ اخ يا ديما، المشكلة مو بالشب، المشكلة بأبوه. ايه شو بأبو؟ شاي نسكافيه ديكاف حليب قليل. نسكافيه ديكاف سكر قليل حليب كتير. ايه
ابو شو بو؟ الظاهر انه الاخ بده يتجوز كمان. يتجوز مين ماسكو؟ ان شاء الله الاب خطبك كمان. لك لا ولي بيطلع قد ابي الله يرحمه. إلا كان شو ما فهمت وين المشكله؟ ها خطب امك؟ لا لسه، بس الظاهر انه رح يعمل عن قريب. نسكافيه حليب كثير سكر قليل. دي كافشي؟ ايه ستي شو رح تعملوا؟ قصدي امك شو رأيها؟ طبعا الموضوع غير وارد، يعني لهلا ما تأكدنا من شيء، الخبرية كلها تخمين بتخمين. ومين هالفتح يلي لقطه وخمان؟ أحزرك مين؟ خالتي سعاد. على كل ما في شيء بيتخبى، تركي علي، قومي هلا نعمل لهم زيارة بالمحل وندقدس على الموضوع. هيك قولك؟ إلا كان ما بدها قومي. فنجان مي سخنة وحباشو كاملة، طبخيه مثل ما بدك. والله اشربوا انت. مرحبا عمو. يا اهلين، اهلا وسهلا. اهلين، كيفك عمو؟ تمام الحمد لله. وحيد يا ميت الف اهلين وسهلين. يا الف اهلين سهلين. مرحبا. يا اهلين 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 سهلين. عمو بعرفكم على رفيقتي ديما صيدلانيه كمان. يا اهلا وسهلا. اهلين وحيد. ايه؟ دير بالك على ضيوفك، ها المحل محلكم، خذوا راحتكم. اهلا وسهلا. محل محلكم. يا اهلين وسهلين. ابو حميد. ايوه. ظبط لها هيك شي صحن يكون على كيف كيف كيف. يا عينك كمان. سلم عينك. يا اهلين وسهلين. كمان حضرتك فاتحه صيدليه؟ ايه والله شو بنساوي فاتحه صيدليه؟ يعني حيرتونا هلا، من وين نجيب الدواء؟ من عند الدكتوره ولا من عند الدكتوره؟ إيه لا طبعا من عند الدكتوره، يعني لانه مو هي الاصل؟ إيه طبعا هي الاصل، يعني والاصل هي، بس المهم انه يعني ترضى علينا وتوافق. هلا قلنا بدنا شويه وقت ما هيك؟ ايه طبعا طبعا دكتوره، خذي كل الوقت اللي انت بدك اياه. ايه بس كانه الوالد والوالده مستعجلين شوي ما؟ هو بصراحه الوالد كثير كثير يعني مستعجل وراح يطير عقله من الفرح. ويبدو انه الوالده لا. الوالدة يعني ما فينا نعطيكي رأيها لأنه الوالدة أعطتك عمرها من زمان. الله يرحمها. معناته الوالد وحداني مسكين. إيه والله الوالد وحداني يعني، وأنا حابب هيك طمن عليه قبل ما الله قبل يعني ما أنا أنستر. إيه طيب ليش ما بتلاقي له هيك شيء عروس يعني خرجه؟ إيدي بزنارك، ما هذا اللي أنا عم بسعى عليه، يعني وكل أملي إنه بالدكتورة هيك بركي تساعدنا بالقصة. أنا قصة؟ القصة تبع هلا كنت عم بحكي لها انه ما بدي اتجوز يعني، وكل املي فيك يعني هيك انه تساعديني، وهلا اذا نحن انا وياك ان شاء الله تممت بخير يعني حاسسني قلبي انه يعني المهم انه نلاقي العروس. ابو كامل قبل ما اقول لك عنه، لما ما عندنا نصيحتي بلا لك الدواء. يا رجل بدك تخاف علي؟ انا استعملت هالعلبة اللي بين ايدي وهلك لقدامك ما صار فيني شيء. سيدي مو كل مرة بتسلم الجرة. هلا رح تخاف علي أكثر ما خاف على حالي؟ دبرها عاصم دبرها. صدقني يا أبو كامل، نحن بهي الصيدلية ما بنتعامل مع هاي الأدوية. يعني هلا بدك تقنعني إنك ما بتستعمل هيك دواء؟ لفها عاصم لفها. أبو كامل أنا أرمل. وإذا أرمل يعني إذا أرمل ما؟ لا ما ليك إجت الصيدلانية معلم. تفضل تفضل، مو حلوة تشوفك قدك ودك. شو بك شو بك شو بك كامل؟ ليش هيك؟ شو ها؟ أهلين دكتورة. مرحبا عمو. يا ميت هلا. شو بالرجال؟ لا لا ما في شيء، بس عم يسألني عن واحد معرفة أعطاكي عمره. العمر إلك عمو. ها الله يسلمك. إيه دكتورة؟ شو آخر أخبار العريس؟ شغلي يا عمو، شغلي بتفرط لالله من الضحك. ضحكينا. أبوه للعريس. شبو؟ أرمل، وشكله عم يدور له على العروس. يدوروا له على العروس. عمو مو قصة يدوروا له، لأنه من الواضح إنه حاطط عينه على ماما. شلون شلون؟ شو الشغلة فلتانة؟ لا هذا ما بيسكت على ابنه. ليش ما في رجال بهالبيت؟ لا مو معقول هيك. هيك بصير. معقول. فيلن فيدال مشان ايش؟ اتهام هيمي مثل واحد ختيار. أما غريب. أدريت شو صار مع أختي سعاد ومع أبو وحيد وابنه؟ يو قبلة إيش صارت؟ هذا يا سيدي باختصار، أختي سعاد راحت لعند أبو وحيد لتشتري حلويات مشان تبعتهم لابنها. ها 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 بيت أفندم، سعاد قال هيك كلام. المهم إجت عم ترجف، ليش؟ قال أبو وحيد عم ينغم لها ويستفهم عني. عنك أفندم؟ ليش؟ رأي سعادها، رأيها.
هي فيت مزبوط برأيها. ها برأيها قال بده يتقدم لي مشان زواج يعني؟ هيك عم بتقول، وانت بتعرفها لسعاد اقل كلمة بتاخدها وبتجيبها. مزبوط يا فندم، كلمة بتجيبها فبتاخدها فبتجيبها فندم. الو مين يا فندم؟ خوش جلدينز، خوش جلدينز ابو وحيد. سلامات نشأت بيك، كيف الصحة؟ صحة العائلة ان شاء الله كلهم بخير. حمد وصل تمام، فاهم حضرتك ما فندم ان شاء الله تمام. تمام مولانا، وهي وحيد جنبي بيسلم عليك. شكرا لك ابو فحيد، شكرا لك. نشأت بيك، بكره الجمعه وحابب اعزمكم على الفيلا تبعي نقضي نهار كامل نحن وياكم. في مناسبات يا فندم؟ إيه ما بدها مناسبه الحكايه، واذا بدك مناسبه يا سيدي مناسبه انه صرنا اهل وهيك بنجتمع مع بعضنا وبنعملنا شويه مشاوي. بعدين باشا هاي فرصة لوحيد وحكمة انه يتقاربوا بعض ويعرفوا بعضهم منيح، شو رأيك باشا؟ مفهوم مفهوم، بيصيري خير يا فندم، بيصيري خير. يعني يا مولانا الدعوة للجميع، إلك وللست محكمة ولحكمة ولكل العائلة بما فيهم سعاد. ايه الكل الكل، بكرة بنمر لعندكم قبل الظهر ونطلع سوا، في عندك مانع؟ يوخ يوخ يا فندم، أنا ببلغ كوه والعائلات. تشكرات مولانا، مع السلامة. أبلع مؤكد كلامك صحيح، لكن بكرة بنعرف أفندم. لا ابدا يا عمو، ما انا بعرفك، احكي لي شو القصه. بدك الصراحه مشغول بالي على الست ولاد، خايف. ايه لا تخاف، لانه انا لسه ما وافقت، فما بالك هي، اكيد الموضوع صعب عليها كثير، ما هيك؟ هيك اكيد، بس على كل انت ما لازم تربطي عريسك بهالقصه. عمو معقول هالحكي؟ ليش شايفني انا وافقت؟ صح، بس هالموضوع ما لازم ياثر على قرارك. أبو وحيد ماله رجال سهل بنوب. نحنا كمان مالنا قلال عم عاصم ولا شو؟ لكان نحنا بلاوي مصبرة. إيه هيك ها؟ الله يخلي لي إياك. شايفك مستحية يا محمد. لا أبداً. اشتهيت لك هاللحمة هي طرية. لا دوقيها معلش، شو اسمه طيب كثير. تسلم إيديك حاجة. مالي عارفان كيف بدي يبدأ الحديث. العرس بده يصير عرسين إن شاء الله. شفتي لي حركات شلون؟ يلا قولي، مو حاطط عين عليكي. يعني هلا بهاللحظات هي بيكون البابا عم يطلب إيد الست الوالدة من خالك نشأة. أنا يعني طالب إيد محمد، شو بتقول؟ إيه يعني هلا عم يطلب هو إيدها، ويعني إن شاء الله بتعرفي أنت بابا. يعني أنت شو رأيك؟
دايرنا عورة اليوم في عنا صورة وهيك دايرنا عورة اليوم في عنا صورة لحتى ربك يفرشها ونخلص من كل هالكورة لحتى ربك يفرشها ونخلص من كل هالكورة تعالوا شوفوا الخطة اللي